بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول الثانوي، معاكم النهاردة مستر أيمن فاضل. هنكمل إن شاء الله يا أولاد مع بعض السيشن في بارت أو سيشنز الفيزيكس معانا في سكند تيرم. طبعا إحنا الجزء أو السيشن اللي فات يا أولاد عرضنا مع بعض السيركولار موشن والجرافيتيشنال فيلد انتنسي دي الساتلايت، وكان ده اخر جزء وقفنا عنده. النهارده هنبدا مع بعض باذن الله في يونت 4 شابتر 1 نتكلم على ذا وورك. طبعا زي ما احنا متعودين ان لما في اكتنج فورس اون ان اوبجكت عشان تعمل موشن للجسم ده ثرو ا سيرتن ديسبيسمنت ان ذا دايركشن اوف ذا لاين اوف ذا اكشن اوف ذا فورس it is said that the force does work. يعني هنا عاوز يقول ان امتى اقول ان الفورس او الاكتنج فورس يا اولاد does work؟ لما تعمل طبعا displacement او displaces للاوبجكت ده اللي اثرت عليه in the direction of the line of the action على او في اتجاه خط القوه اللي اثرت عليه. طيب هو يا مستر الورك دان ده اللي جاي نتيجة الاكتنج فورس على الاوبجكت ده اللي خلى الجسم يتحرك displacement معينة، how can we determine the work؟ ازاي نقدر نحسب الورك؟ The work is determined from the relation W equal force by displacement and if there is an angle لو كان في زاوية للاكتنج فورس we can also determine ممكن يا اولاد نعين الفورس by using the relation F D cosine theta where ان الاف هي الاكتنج فورس and لو انا بصيت عندنا الديسبيسمنت دي هي الديسبيسمنت للاوبجكت in the direction of the line of the action of the force while the angle or the theta هي الانجل دايما between the direction of the force and the direction of the displacement. يبقى من هنا يا اولاد كده يبقى عندنا two relations. في relation بعين منها الفورس وده في حالة there is no angle لو مفيش زاوية between the direction بتاع الفورس and the direction of displacement FD and we can also determine the force or the work from the relation FD cosine theta. طيب في حد بيسأل او يا مستر زي ما احنا متعودين حضرتك بتقول دايما طالما في mathematical relation or the mathematical formula العلاقة اللي انا بعين بيها الورك يبقى لازم على طول استنتج الميجرنج يونت. ايه هي الميجرنج يونت يا مستر بتاعت الورك؟ work is measured with the unit of kilogram متر باور 2 second باور 2. طبعا الكيلوغرام متر باور 2 سكند دي فاندمنتال يونت الوحده الاساسيه and it equivalent هي تكافئ another unit maybe it equals in newton by meter علشان طبعا الورك كان فورس displacement or اليونت الايكويفالنت للورك او اي فورم من الانرجي ندرسها بعد كده هو الجول. يبقى خلاص كده احنا عارفين ان انا عندي 3 units ثلاث وحدات ممكن استخدمهم ل the measuring unit of the work. اما اقول كيلوغرام متر بير باور 2 بير سكند باور 2 or equivalence نيوتن باي متر or جول. حضرتك يا مستر بتقول لو انا عندي acting force لو انا افترضت ان انا عندي البوكس الصندوق ده او الاوبجكت ده وطبعا بعمل فورس او pulling force قوه سحب كده باثر عليه بقوه مفروض اني الفورس لو كانت بروبر كانت مناسبه او سوتابل وكانت كمان انكلاينز بتميل بزاويه الزاويه زي ما احنا شايفين يا اولاد على الفيجر اللي قدامنا كانت بتوين ما بين الدايركشن اوف ذا اكتنج فورس اند ذا دايركشن اوف ذا ديسبيسمنت ذات موفد باي ذيس اوبجكت سو وي كان ديفاين ذا ورك از It is the dot product of the acting force F and the displacement D
in the direction of the line of the action of the force. يعني أنا هنا بقول إن الورك كان هو الدوت برودكت دايما عبارة عن F times or by D in the direction of the line of the action force. طيب حضرتك يا مستر قلت إن الجول هو الـ equivalent unit لكيلوغرام متر باور 2 per second باور 2 or نيوتن في متر، هي الوحدة دايما الكومون للورك or أي فورم من الانرجي. So we can define also the joule. ممكن برضو نعين نقول الـ definition يا مستر بتاع الجول. تعالوا نشوف كده. What is meant by the joule? The joule, it is the work done. ولازم هنا ناخد بالنا يا أولاد الـ definition بتاع الجول. طالما الجول بيعمل أو act as a unit of the work، يبقى لازم أبدأ الـ definition بتاعه وأقول هو دايما الـ work done by a force of 1 newton to move an object through a displacement of 1 meter in the direction of the line of the action of the force. يعني بقول ان الجول هو الورك دان، الشغل اللي بتبذله القوه دي اللي مقدارها 1 نيوتن عشان تعمل موشن لاوبجكت through displacement 1 meter in the direction of the line of the action of the force. يبقى من هنا ممكن نبقى دايما يعني واخدين بالنا ان الجول is defined as the work done. طيب في هنا سؤال دايما مطروح بيقابلنا بيقول although both force and displacement are vector quantities the work is scalar quantity. هو مستر ليه على الرغم ان القوة والديسبليسمنت الاثنين كميات فيكتور. While for work is a scalar quantity. ليه بقول عليه بقى هو scalar quantity على الرغم ان هو كان resulted او هو dot product للفورس اللي كانت فيكتور والديسبليسمنت اللي كانت فيكتور. لو انا حبيت افسر الكلام ده اقول ايه؟ علشان يا مستر الورك ده هو اساسا dot product ما بين الفورس اند ديسبليسمنت. طالما لو انا عندي فيكتور يا اولاد quantity وعملتها multiply لفيكتور أو another vector quantity يبقى الريزلت الناتج لازم يطلع سكالر، وده مثال اللي بيتم أو زيه في الريليشن بتاعة الورك. علشان هي الدوت برودكت للفورس فيكتور باي فيكتور يبقى لازم يديني كمية سكالر. بس في نقطة ناخد بالنا منها، احنا زي ما بدأنا يا ولاد مع بعض واتكلمنا على مومنتم وعلى سيركولار موشن وسنتريبيتال فورس وسنتريبيتال اكسلريشن، وكنا بنقول ان اي فيزيكال كوانتيتي درسناها بيبقى فيه فاكتورز، في عوامل بتاثر عليها، يعني مي بي انكريز ات اور ديكريز ات. النهارده طالما حضرتك يا مستر بندرس الورك يبقى لازم يا اولاد نبقى عارفين مين الفاكتورز ذات افكت اللي بتاثر على الورك. تعالوا نشوف اول فاكتور كده. لقينا اول فاكتور بيأثر على الورك the work is the acting force، هو القوة المؤثرة. واضح من الجرافيكال ريليشن العلاقة البيانية اللي قدامنا دي يا اولاد ان احنا شايفين ان الريليشن between the work and the acting force كانت دايركت. وده معناه ايه؟ معناه ان by increasing the acting force، لو انا زودت القوة اللي كانت سببت الموشن او اللي خلت الجسم ده يعمل displacement علشان اقول ان في work، يبقى ده معناه الwork increases also. يعني في direct relation، في علاقة طردية يا اولاد ما بين الwork and the acting force. The second factor is the angle. اتفقنا ان لو في angle between the direction of the acting force and the direction of displacement يبقى الانجل دي برضو لها تأثير. بس لما نحب نعمل ريليشن او ندرس العلاقة او الافكت بتاع الفاكتور هنا بتاع الانجل، يبقى على طول نعمل ريليشن او جراف ريليشن ما بين الورك دان and كوزين الانجل دي، وهنلاقي برضو زي ما احنا شايفين ان ريليشن ما بينهم دايركت. وده معنى برضو لو حصل انكريزنج او قيمة الفاليو بتاعت الانجل دي بتزيد، ده معناه يبقى فيه الورك دان انكريزز اولسو.
and the third factor is the displacement. يبقى احنا كده جمعنا الفاكتورز اللي في الريليشن اللي انا استخدمتها علشان اعين الورك دان. And we observe also, احنا ملاحظين قدامنا يا اولاد ان برضو relation between the work and displacement هي direct. So three factors that affect on the work, acting force والعلاقة direct, design angle وبرضو the relation هنا direct, and the displacement of this object وكانت برضو a relation هي direct relation. لو اتنقلنا للنقطة دي بقى مهمة جدا يا ولاد، يعني حضرتك بتقول ان الانجل بتأثر او acts as a factor. طب يا مستر هو تأثير الانجل دي بيبقى ازاي؟ يعني قيم الانجل يا ولاد لما بتتغير may be greater than 90 may be تبقى normal may be less than 90 may be equal straight angle 180. So must study the effect of this angle اللي كانت between the force and displacement on the work. تعالوا نشوف كده أول تأثير لقيمة الأنجل على الورك. لقينا لو جاب لي application تطبيق وقال إن the acting force in direction parallel to the direction of displacement. This means ده معناه إن الأنجل equal zero. And when theta equals zero, this means that the work done had the maximum positive value. يبقى امتى الwork done يا ولاد يبقى عنده أعلى قيمة ودايما قيمة positive حالة if the angle equals zero or the direction of the force in the same direction of the displacement where in they parallel to each other. ولو بصينا على الإكزامبل ده تعالوا نشوف لو لقينا الشخص ده بيعمل كده عاوزين نعرف امتى او ازاي يا مستر نتخيل ان ممكن تكون الاكتنج فورس parallel or in the same direction of the displacement. تعالوا نشوف الحاله اللي قدامنا دي. الشخص اللي قدامنا ده يا اولاد بيعمل pulling للبوكس ده وكانت الفورس اوف pulling زي ما احنا شايفين in the direction of the displacement. So the value of the maximum in this figure في الصوره او picture اللي قدامي دي يبقى maximum positive because لو انا طبقت الريليشن يا اولاد ان الورك هنا equal اف دي كوزاين وطالما الانجل هنا 0 فكوزاين 0 ب 1 so the work done had the maximum positive value from this relation. And شوف the second effect التأثير الثاني. طب لو قيمة الانجل دي بدأت تزيد يا اولاد تعالوا نشوف كده بدأنا بقى نعمل increasing في الفاليوز بتاعة الانجل. قلت طيب لو كانت الانجل بدأت تزيد شوية بقت greater than zero and less than 90 زي ما احنا شايفين في الشكل ده في الحالة دي الورك هيبقى maximum ولا vanish ولا equal a. لقينا ان الورك done هنا has a positive value not maximum هو هيبقى قيمة موجبة بس مش هيبقى اعلى قيمة. يبقى نخلي بالنا امتى اقول maximum positive value وامتى اقول بيبقى positive بس. Positive بس لو الانجل ما بين الاكشن فورس and the direction of displacement كان greater than zero and less than يعني ranges ما بين الزيرو and 90. But if the angle كانت equal theta زي ما احنا شايفين او zero في اول حالة فمعناه ان هي maximum positive. طب مع ناخد example كده شوف الصورة اللي جاية دي. عاوزين نعرف الفرق بقى. هنا يا ولاد برضو direction of displacement للشخص التاني ده وبيعمل بولينج بس زي ما احنا شايفين كده الانجل شايفين يا اولاد الانجل هنا عندنا بقت اعلى شويه من الانجل دي. هنا كانت زيرو بدا يبقى فيه انكلينيشن ميل اعلى يعلى بالميل شويه كده فالانجل زاد بس ما راحتش لحد 90. يبقى ده معناه ان الورك هنا هيبقى بوزيتيف برضو اكوردنج ذا ريليشن اف دي كوزاين ثيتا هتبقى بوزيتيف فاليو. اند ذا ثيرد افكت تعالوا نشوف التاثير الثالث. بدأنا نقول الأنجل كل شوية يا أولاد عمالة تزيد. كانت الأول زيرو بعد كده بقت more than zero and less than 90 بعد كده وصلت ل 90 بقى. لو الأنجل هنا 90 وده معناه إيه يا أولاد 90؟ نفس المعنى أو الميننج لما تكون الأكتنج فورس نورمالي أو perpendicular
to the direction of displacement as figure. زي ما احنا شايفين كده. وفي الحالة دي بقى قيمة الورك هنا هتبقى vanishes يعني equal zero. ليه يا مستر؟ هنشوف ليه بعد ما ندرس الشكل ده. لو أي person أو أي شخص زي ما احنا شايفين في الصورة carry باكيت أو صندوق أو بوكس بس بيعمل موشن حركة، ولكن لو بصينا على الصورة دي كده ملاحظين إن الويت أو الفورس الرياكشن فورس بتاع الباكيت ده تو أبورت زي ما احنا شايفين، and the angle ما بين الأكشن فورس and displacement هنا كان 90 يعني نورمال، وده معناه إن كوزاين 90 هتبقى زيرو. فلو طبقت الريليشن دي وإن الفورس equals اف دي كوزاين 90، وطبعا كوزاين 90 طبعا بزيرو، so the work is vanished. 3 effect زي ما احنا شايفين. بص على التأثير، انا كل شوية يا ولاد احنا ملاحظين ان انا بنزود قيمة الانجل. تعالوا نشوف لو الانجل بقى يا مستر بقت مور ذان 90، زادت شوية عن 90 and less than 180 زي ما احنا شايفين كده في الفيجر ده. تعالوا نشوف ايه اللي هيتم هنا بقى. the work done has the negative value. كده رحنا للقيم النيجاتيف. يبقى انا لو عملت كومباريزون كده، لو كانت الانجل مور ذان زيرو less than 90 كانت بوزيتيف بس، اللي الورك كان بوزيتيف. لكن لو انا قلت طب لو الانجل less than 180 and more than 90 ده معناه the work done is a negative value. وتعالوا نشوف هنا امتى الزاويه كده بتزيد. لو بصينا على شايفين بقى هنا كوننج للبوكس بس واقف على انكلينيشن الميل ده اللي قدامنا ده، وده معناه ان الموشن بتاع البوكس طالما بتنزل لتحت كده او الموشن تو داون وورد ادي الدايركشن اوف ديسبليسمنت. لقينا ان الاف شايفين الانجل دي كلها كده الزاويه هنا او الثيتا دي بقت مور ذان 90 اند ليس ما وصلتش طبعا 180 الستريت انجل. يبقى في الحاله دي الورك هيبقى الفاليو بتاعته هتبقى نيجاتيف. According to the relation f دي كوزاين ثيتا، والقيم طالما بتاعت الانجل زادت عن 90 او رينجت فروم 90 تو 180 لازم تطلع بيه النيجاتيف. لاخر جزئيه خلاص وصلت الزاويه للمحطه الاخيره واصبحت 180 زي ما احنا شايفين كده الاوبوزيت ان دايركشن، وده معناه ان ثيتا هنا هتلاقوا ان الورك برضه ماكسيمم بس المره دي نيجاتيف. يبقى كده احنا عندنا كل حاله يا اولاد عكس الثانيه. لما كانت ثيتا في الاول خالص زيرو كان ماكسيمم بس بوزيتيف عشان الاثنين في نفس الدايركشن، انما دلوقتي الثيتا بقت ايكوال وصلت لقيمه ال 180 بس عشان الاوبوزيت دايركشن هنا بقت ماكسيمم نيجاتيف. ودي الحاله دي بتظهر لنا للموشن في حاله الفريكشن. لو احنا شايفين لو انا بصيت على الموشن بتاع الكار دي هنلاقي الموشن تو فورورد، ولكن الفريكشن فورس بتوين ذا تاير اند ذا رود بتبقى backward or in the opposite direction, and this means that the angle كده between them equal 180, and according to the relation w equal fd cosine 100 لازم القيمة تطلع بنيجاتيف، ولكن هتكون أعلى قيمة بس بالنيجاتيف. يبقى كده احنا درسنا القيم كلها بتاعت الانجلز بدءا من زيرو لحد ما وصلنا لل 180، وشفنا قيم ان الورك هنا بيتأثر أو قيمة الورك بتتأثر بالفاليوز بتاعة الأنجل. نتنقل لجزئية تانية. هنا بقى بيطلب مني إن أنا أقدر إزاي أعمل فايندنج للورك دان جرافيكالي. يعني إيه يا مستر؟ يعني لو جاب لي جراف زي ده كده ريليشن بتوين الإف أكتنج بنيوتن أند ديسبليسمنت بالمتر، وطلب مني هاو كان وي ديترماين ذا ورك دان جرافيكالي. تعالوا نشوف بنعين الشكل ده ازاي ندرسه. اولا انا اقول ان الورك جرافيكالي ايكوال دايما the area بلو the force displacement. يعني مطلوب مني ان انا مستر اجيب الاريا هنا تمام. طالما انا حبيت ان انا اعمل ديترمينيشن للورك، بس اعمل ديترمينيشن للورك هنا يا اولاد اعملها طبعا دايما جرافيكالي، يبقى لازم اجيب الاريا اندر ذا كيرف للجراف اللي قدامي ده. وهنجيب الاريا ازاي؟ لو بصينا عندنا كده هقول لو انا شرحت كده الجراف ده عباره عن ايه يا مستر؟
احنا متفقين لو الكونستنت فورس اف اكتنج اون ا بودي اثرت على الجسم ده اند displaced it through displacement d in the same direction of the force يبقى كده الثيتا خلاص كده ها زيرو. And when representing the relation وحبينا ندرس العلاقه احنا اتفقنا ان الفورس كده كونستنت تمام كده هو بيشرح لي هو الجراف او الكيرف ده اتعمل ازاي بيقول لو انا عندي الاكتنج فورس عندي هنا كانت كونستنت ثابته ودي خلال الديسبيسمنت الفتره دي كلها او المسافه اللي مشيها الجسم ده كله كانت الفورس ثابته ده معناه ان احنا نعمل ريبريزنتيشن عن العلاقه دي فورس وديسبيسمنت وي جيت ذا اوبوزيت جراف هنحصل على الشكل ده يعني امتى الشكل ده بيظهر لو كانت الفورس اللي بتعمل ديسبيسمنت دايما ثابته and according to the relation the work equal force displacement هقدر اعين الاريا بتاعه الجراف اللي قدامي ده. تعالوا نشوف تطبيق. يا مستر حضرتك قلت ان دايما الورك اف دي وعاوز احط في اعتباري برضو يا اولاد ان الورك عشان يبقى ضن لازم يبقى فيه كونديشنز قبل ما نبدا التطبيقات يعني ايه الكونديشنز الشروط اللي انا ممكن اقول فيها ان في هنا ورك ضن لازم يكون في اكتنج فورس وكمان مش الاكتنج فورس بس ده كمان نيدد لازم تكون في ديسبيسمنت حصلت نتيجه الاكتنج فورس يعني ايه يا مستر في ديسبيسمنت يعني يا اولاد لما اجي اقول فور اكزامبل ذا بيرسون هو بوشز ذا وول دازنت او داز نو وورك ليه على الرغم ان هو عمال يعمل بوشنج للوول اقول يا مستر ما هنا ما فيش ديسبيسمنت مش حضرتك بتقول ان الورك ايكوال اف دي طيب سي ان الفورس بتاعه الشخص ده 1000 طن 1000 كيلوغرام باي لما اجي اعمل ريليشن باي ايه ديسبيسمنت بزيرو يبقى ده معناه الورك هنا بزيرو يبقى في شرط هنا مطلوب عشان اقدر اقول ان في ورك ضن لازم في فورس في الاول ومش بس كده لازم يكون في بليسنج يعني او ديسبيسمنت في ازاحه حصلت للجسم ده. طيب حضرتك يا مستر نشوف اول تطبيق كده عشان نفهم اكتر. If a cart of mass لو انا عندي كارت كتلته ولا كارت بكتله 20 كيلوغرام is pulled by a force 50 نيوتن. The line of the action of the force makes an angle of 60 كان عامل زاويه 60 to the direction of displacement هنا يطلب مني find the work done by the force to displace the car through 4 meters ل 4 متر عندي الاكتنج فورس وعندي الانجل وعندي الماس بتاعه الكارت ده وعندي كمان الديسبيسمنت ايكوال 4 متر نبدا نشوف لو انا الكلام ده كله انا حاولت افهمه هو حضرتك بتقول ان في فورس بولينج تمام والفورس دي انكلاينز بتميل بانجل 60 تمام عشان تحرك الكارت ده ديسبيسمنت 4 متر على طول applying the relation w equals fd cosine theta وطبعا هنا لو انا عملت substitution على طول هلاقي ال f 50 displacement 4 ال angle 60 cosine 60 so the value of this work equal 100 joule ده طبعا تطبيق دايركت هنا مباشر عشان اقدر اشوف relation العلاقه دي بيتم تطبيقها ازاي. طيب نتنقل لتطبيق تاني يقول لي هنا بقى يا اولاد ايه calculate the work done by a girl on a pocket of mass 300 grams that is carried by her through a displacement of 10 meter يبقى عندي displacement in the horizontal direction then calculate the work done بعد كده بعد ما احسب الورك دان عن طريق البنت دي ممكن نحسب الورك دان by a boy to lift a pocket ده of the same mass اللي كان عنده نفس الكتلة دي through displacement of 10 سنتيمتر خلي بالكو سنتيمتر in the vertical direction في اتجاه رأسي يبقى الولد هيبدأ يسحب الباكت ده مسافة رأسية where ان جي طبعا gravity 10 متر per second power 2 and the force of tension هنا equals the bucket's weight يعني هنا
قوة الشد بتساوي الويت بتاعت الأوبجكت. تعالوا نبدأ التطبيق ده نتعامل معاه إزاي. هنا البنت عاملة كارينج للباكت، والولد شايل الباكت هنا يرفعه فيرتيكالي في الصورة دي. أقول إيه بقى الأول؟ لازم أقول يا أولاد the work done by the girl on the bucket، هنا في شغل مبذول. إزاي؟ أقول له آه الفورس هنا، لو أنا جيت أحسب الورك دان الأول عند البنت، البنت هنا كارد أو كارز الهير باكت ده وماشية بيه. ده معناه إن الويت بتاع الباكت كده أو الفورس بتاعته كده أكتس بتأثر perpendicular على الرود على الطريق. وده معناه the force exerted by the girl is perpendicular to the displacement. انا سامع حد بيقول perpendicular، يبقى مستر معناه ان الانجل بكام؟ ب 90 to displacement of the bucket، وده معناه ان الويت بتاع الجير equal 0. While the work done by the boy، هنا لو انا طبقت relation F equal mg، طيب يا مستر هنا مطلوب مني هو 300، لازم احنا ناخد بالنا ان هي بالجرام، يبقى لازم اعملها كونفرتنج لكيلوجرام، يبقى 300 ديفايدد 1000 باي الجرافيتي اللي هي 10، عشان كده يديني قيمه الاكتنج فورس 3 نيوتن. So the force and the displacement are the same direction، ومعنى برضو ان الفورس والديسبيسمنت in the same direction، يبقى الثيتا بزيرو. ولو طبقت الريليشن بالنسبه للورك عند البوي، اقول له اف دي المسافه الديسبيسمنت بتاعت البوي كوزين الانجل دي. طيب الاف حضرتك يا مستر عيناها 3 نيوتن، الديسبيسمنت هنا 10 سنتيمتر، قلنا لازم نعمل كونفرتنج للمتر. وانا علشان احول طبعا السنتيمتر للمتر يا اولاد، بعمل ديفايدد طبعا ايه 100 10 ملتلاي او باور نيجاتيف 2. كده انا حولت هنا الديسبيسمنت بتاعت البوي للمتر، طبعا كوزين ثيتا ب 1، سو ذا ورك دون باي ذا بوي ايكوال 4.3 جول، يبقى ده معناه ده قيمه ماكسيمم قيمه كبيره. نظر ابلكيشن، هنا في التطبيق ده بيقول وركر ذات كاريز بوكس اوف ماس 40 كيلوغرام، عامل شايل صندوق كتلته 40 كيلوغرام، climbs up stairs، هنا بيصعد السلم ده، of length 20، طول السلم ده طبعا 20 meters as shown in figure. If the free fall acceleration equal، لو كانت عجلة السقوط الحر هنا 10 متر بير سكند برضو، find the work done on the box، وطبعا ما احنا شايفين على الرسم يديني قيمة الانجل ب 30. هنحل التطبيق ده. الأول يا مستر لو احنا بدأنا نفسر الموشن بتاعت الشخص ده او الوركر ده، هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الموشن بتاعته طبعا زي ما احنا شايفين في الاتجاه ده، وكانت الانجل اللي هنا بتاعت الاب ستيرز كانت 30، يبقى الانجل فروم او فيرتيكال هنا 60. وده معناه ايه يا مستر؟ معناه when a worker climbs up the stairs he acts on the box by force، هو كده بيأثر على الصندوق ده بقوة، بس قوته اللي بيأثر بيها يا أولاد على البوكس in a direction that inclines on the direction of the motion بأنجل 60. تمام، وده هيفيدنا بإيه؟ لما نيجي بقى نعمل applying للرول عشان أقدر أحل بيه، أقول since إن الإف equal weight equal mg، الإف هنا acting force هي equal الويت، والويت طبعا can be determined from mass جرافيتي، والماس طبعا موجود عندنا 40 كيلوغرام، جرافيتي طبعا 10، يبقى كده الويت او الفورس اللي عندي يبقى 400 نيوتن. طيب وانا جبت الفورس ليه يا اولاد؟ عشان اقدر استخدم قانون الورك دان ايكوال اف دي كوزين ثيتا عشان عندي انجل. بس المره دي خلي بالنا انا بدرس الانجل بتاعت مين؟ بدرس الانجل اللي هي 60. يبقى اقول work equal f دي كوزين ثيتا، since ان الاف 400 والديسبيسمنت كانت هنا 20 متر طول، او السلم طوله طبعا 20، يبقى المسافه اللي طلعها الشخص ده طول كوزين 60 هنا الانجل اللي هي موجوده عندنا between the direction of the motion and the acting force. So the value of the work
equal 4000 اللي another point or تطبيق ده بقى. بصوا يا اولاد التطبيق الاخير ده عشان ده مهم شويه، عشان يبقى كده الورك قدرنا نعين الفاليوز بتاعه الورك القيم بتاعته كده مره جبريكالي او باي يوزنج ايكويشنز، ومره باي يوزنج جراف. نتعلم ازاي على الجراف نقدر نعين الورك. يقول ايه؟ يقول the following figure represents the change of the acting force on a body that moves in a certain direction. Calculate the work done by the force when the body moves. تعالوا نشوف بقى دلوقتي بيقول الشكل ده وضح لي ان في change of the acting force on a body، في تغيير في القوة اللي بتأثر على الجسم ده اللي بتخليه او بالجسم ده بيتحرك لسيرتن دايركشن، وعاوز يحسب من الجراف ده الورك دان باي ذا فورس وين ذا بادي موف، مره لما الجسم يعمل موشن فروم دي لما كان الديسبيسمنت 0 تو دي 10. تعالوا نشوف كده، يعني هنا الفتره دي كلها عاوز يحسب الورك. اند ليتر بي او ذا سكند ريكوايرد ذا ورك دان فروم ديسبيسمنت 10 انتل displacement 15 متر. تعالوا نشوف نتعامل ازاي هنا بقى مع الجراف ده. لو احنا بصينا يا اولاد على الشكل اللي قدامنا، هو الورك دان از ديترمايند جرافيكالي. احنا لسه قايلين اني ممكن اعمل ديترمينيشن للورك جرافيكالي باي ذا اريا بلو ذا فورس اند displacement كيرف. سو we must determine or calculate the area below the curve. يعني مطلوب منا ان انا عشان اعين الورك by using graph لما كانت الريليشن ما بين الاف وديسبيسمنت بالمتر والاف بالنيوتن، يبقى لازم اجيب الاريا بتاعه الكيرف دي. طيب عشان كده الاريا دي عشان اقدر اجيبها by geometrical او الشكل الهندسي بتاعه الكيرف ده اقسمه، اعمل divided into parts of areas ذات كان بيكالكول، لازم اقسمه لمساحات ممكن اقدر احسبها باي يوزنج ماس. قسمت الفتره من 0 ل 10 لما كانت الديسبيسمنت ل 3 بارتس A1 A2 A3. ليه يا مستر؟ لان ده انا عملت ده تراينجل بدايه من 3 ديسبيسمنت ل 8 بقى ريكتانجل عشان اقدر اجيب الاريا جيومتريكال. اند اذر بارت اور ذا ثيرد بارت كان الـ A3 هو الانذر تراينجل. طيب يبقى مطلوب مني اجيب الاريا 1 اريا 2 اريا 3. لقينا الورك دان ان ذا فيرست كيس هو السمشن اريا A1 A2 A3 سينس ان W1 اهي ايكوال A1 بلس A2 بلس A3. طيب الاريا 1 هي عباره عن تراينجل اند ذا اريا اوف تراينجل ايكوال هاف البيس باي الهايت. هاف موجودة 0.5، قاعدة اللي عندي البيز كانت 3 from 0 to 3، الهايت زي ما احنا شايفين 500 from 0 to 500، يبقى الاريا الأولى 0.5 by 3 by 500 plus اريا الثانية، اريا الثانية دخلنا في ريكتانجل اللي قدامي ده، وطبعا الاريا بتاعة الريكتانجل يا أولاد عبارة عن length by width، so it equals length اللي عندي from 3 to 8 يبقى هنا اللينث 5 باي طبعا الويدز اللي عندي اللي هو الهايت هنا اللي هو equivalent 500 بلس الاريا 3 وبرده دي عباره عن another triangle طبعا الاريا بتاعته نص البيز باي الهايت يعني هاف البيز في الهايت. البيز عندي هنا from 8 to 10 البيز ب 2 يبقى ده معناه هاف باي 2 باي الهايت برده 500. سو the work done in the first period في الفترة الأولى عندي أو في البارت الأولاني ده كله أو في الفترة from 0 to 10 meters equal 3750 جول. تعالوا بقى نحسب ال work in the second part فترة from 10 to 15. هنا لما بنيجي نحسب ال work done محدش ينسى أولاد الفترة الأولى معانا، ودي فكرة الجراف ده إن لما بنيجي نعين الورك الثاني لازم يبقى التوتال على بعضه من هنا لهنا. يعني W2 equals area الأولى plus area الثانية
plus third area plus الاريا الرابعه. يا مستر لو انا جيت بصيت طبعا الاريا اولى first area second third طبعا دي كلها قيمتها كام؟ W1 اللي هي موجوده 3750 plus الاريا 4 بقى ما هو ده تريانجل يا اولاد برضه. يبقى ده معناه ان انا اقول برضو هاف البيز في الهايت اللي عندي ده اللي هو نيجاتيف المره دي زي ما احنا شايفين على الكير نيجاتيف 500. سو البيز عندي from 10 to 15 يعني البيز 5 يبقى اقول هاف باي 5 باي نيجاتيف 500 اللي هي الهايت. سو ذا توتال ورك دون عندي 2500 وكده الورك هنا انا ملاحظ حاجه يا اولاد ان هو decreases L عشان احنا هنا بدأنا نشوف طبعا الدايركشن اتغير عشان دخلت في البارت بالنيجاتيف. ومن هنا نقول ان احنا جزء الورك ده يا اولاد بدأنا او نتعرف على الريليشنز العلاقات بتاعت الورك وازاي الافكشن بتاع الانجل اللي كانت بتعمل طبعا تشينج في الفاليوز بتاعت الورك وشفنا الفاكتورز اللي بتأثر على الورك وقدرنا نعمل ديترمينيشن للورك دان. ومن هنا بنقول يا اولاد خلصنا سيشن الورك النهارده وبالتوفيق لجميع اولادنا الطلبه